نتائج المرحلة الأولى وكمان المرحلة الثانية أصبحت واضحة دلوقتي، وكل طالب دلوقتي بقى عارف التنسيق بتاعه يوديه كلية إيه. لكن معانا طلاب كتير عندهم مشكلة من اتنين، لا إما أنت رحت كلية وفجأة اكتشفت إن في كلية تانية أنت عايز تحول لها، أو أنت رحت الكلية اللي أنت عايزها لكن في آخر بلاد المسلمين وعايز ترجع محافظتك عشان ما تتشحططش يا عيني. فسواء المشكلة دي أو المشكلة دي حلهم واحد، وهو تقليل الاغتراب. فيعني إيه تقليل اغتراب؟ ويعني إيه تقليل اغتراب مناظر وتقليل اغتراب غير مناظر؟ وإزاي تعمل تقليل الاغتراب ده خطوة بخطوة، وايه المواعيد بتاعته، هيبدأ امتى وهيخلص امتى، وكل الاسئلة اللي بتدور في دماغك انا جاي النهاردة ان شاء الله اجاوبك عليها. فلو عايز تعرف اكتر يبقى لازم دلوقتي تصلي على النبي وتتابع الحلقة دي للنهاية. انا طارق صادق وانت منورني. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم فيديو جديد، معاكم طارق صادق. بفكركم إن احنا في القناة بنقدم لك محتوى مفيد بشكل بسيط وخالي من كل الكلاكيع، فما تبخلش عليه باللايك الحلو بتاعك وكمان السبسكرايب. في حلقة النهاردة صديقي هجاوب على شوية تساؤلات عن يعني ايه تقليل الاغتراب وكل التفاصيل اللي انتم محتاجين تعرفوها عنه. وفي نهاية الحلقة صديقي هقول لك خطوة بخطوة ازاي تعمل تقليل الاغتراب ده، فتأكد يا صديقي انك هتكمل الحلقة للنهاية، لان كل الكلام اللي هقوله النهاردة مهم لكل الطلاب، لان كمان طلاب المرحلة الثالثة دي نفس الخطوات اللي هتعملوها لما تقليل الاغتراب يبدأ عندكم ان شاء الله. اول حاجة هنتكلم عنها مواعيد تقليل الاغتراب، هيفتح امتى وهيقفل امتى. النهارده صديقي بالفعل كان اول يوم من تقديم تقليل الاغتراب، لانه هيبدا من يوم الخميس اللي هو النهارده الموافق 29/8، وهيستمر يا صديقي لغايه يوم الثلاث الموافق 3/9. في الفتره دي انت تقدر تدخل وتعمل تقليل الاغتراب بتاعك، لكن حاول ما تعديش المده دي، لان لو جه 3/9 وخلص 3/9 خلاص مش هيبقى لك فرصه تعمل تقليل اغتراب مناظر او غير مناظر، الا بقى لما تستنى ان هو يفتح تاني في المرحله الثالثه، فهتدخل في قصص تانية كتير، فالتزم بالمواعيد دي يا صديقي. تقليل الاغتراب بقى الوزاره قالت لك ان ليه شويه شروط، وهي زي ان رقم واحد تقليل الاغتراب مش بيتم بشكل ورقي، يعني ما ينفعش تروح الكليه بتاعتك وتسحب ملفك وتروح الكليه التانية وتقدم ملفك، الموضوع يا صديقي هيمشي الكتروني عن طريق الموقع. وبالمناسبه موقع تقليل الاغتراب هسيبه لك تحت في وصف الفيديو اللي هو الكلام اللي تحت الفيديو، وهسيبه لك كمان في اول تعليق، هتلاقي مقاله بتكلمك عن كل حاجه بنتكلمنا عنها النهارده، وفي نهايتها الرابط اللي بيوديك للصفحه بتاعه تقليل الاغتراب على طول. وما تنساش ان في نهايه الحلقه هقول لك ازاي تعمل تقليل الاغتراب خطوه بخطوه، لكن تعالى دلوقتي نكمل باقي الشروط. الوزاره كمان بتقول لك انك عشان تحول لكليه من الكليات اللي ليها اختبار قدرات لازم تكون عملت اختبار قدراتها، يعني ما تجيش تقول لي انا عايز احول لكليه تربيه رياضيه وانت ما عملتش الاختبار القدرات بتاعتها، او فنون جميله مثلا قسم عماره، لازم تكون عملت اختبارات قدرات فنون جميله قسم عماره، حتى لو جايب الكليه وما عملتش اختبار القدرات بتاعتها ما ينفعش تحول ليها. والشرط رقم 3 انك تعرف ان انت بتعمل التحويل ده مره واحده بس، يعني لا اما تختار تقليل اغتراب مناظر لا اما تختار تقليل اغتراب غير مناظر. وده يودينا للنقطه اللي بعد كده، يعني ايه بقى يا طارق تقليل اغتراب مناظر ويعني ايه تقليل اغتراب غير مناظر؟ اول حاجه بالنسبه للمناظر، انت دلوقتي يا صديقي ربنا كرمك كده ودخلت كليه علوم وانت اصلا من محافظه اسكندريه، لكن للاسف جات لك علوم جامعه اسوان بعيد قوي 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 عن اسكندريه، وانت ولد يا صديقي وما تقدرش تتغرب وتتبهدل والمصاريف دي كلها، او انت بنت واهلك ما يوافقوش ان انت تسافر محافظه تانية. فوقتها يا صديقي انت عايز تدخل نفس الكليه اللي هي كليه علوم، بس بدل ما تبقى في جامعه اسوان لا ترجع تاني جامعه اسكندريه جنب البيت، فبتعمل تقليل اغتراب مناظر، يعني بتحول من كليه لنفس الكليه لكن في جامعه جنب بيتك، يعني بدل ما تتغرب في اسوان تيجي اسكندريه اللي هي المحافظه بتاعتك. ده يا صديقي بكل بساطه تقليل الاغتراب مناظر، بحول من كليه لنفس الكليه. اما تقليل الاغتراب الغير مناظر بتحول من كليه لكليه تانية خالص، يعني انت مثلا جات لك كليه علوم وبعد كده واحد صاحبك قعد معاك واقنعك ان انت مجموعك اصلا يجيب كليه طب بيطري، فانت ليه ما دخلتش بيطري بدل علوم، واقنعك ان كليه طب بيطري احسن بكتير من كليه علوم مثلا، فانت ساعتها عايز تحول من كليه علوم لكليه طب بيطري، يبقى انت كده بتحول من كليه لكليه تانية خالص، فهنا يبقى اسمه تقليل اغتراب غير مناظر، يعني مش نفس الكليه. وكل واحد في الاتنين دول ليه الشروط الخاصة بيه عشان تعمله. فتعالى اول حاجة نتكلم عن شروط التحويل الغير مناظر، اللي هو انا في كلية علوم وعايز اروح كلية طب بيطري، او انا في كلية حقوق وعايز اروح كلية اداب، عايز احول من كلية لكلية تانية خالص. اول حاجة
تبقى جايب مجموع الكليه اللي انت عايز تروحها سواء انتظام او انتساب. يعني انت في كليه حقوق وعايز تروح كليه اداب، يبقى انت لازم تجيب مجموع كليه اداب دي سواء انتظام او انتساب. تاني شرط تكون الكليه اللي عايز تحول ليها في النطاق الجغرافي الف، يعني من غير كلكعه في المحافظه بتاعتك. يعني لو انت دلوقتي كنت في كليه حقوق وعايز تدخل كليه اداب وانت من محافظه دمياط، وسبحان الله انت شاطر وجايب اداب المنيا وجايب اداب بني سويف وجايب اداب الوادي الجديد، جايب اداب كتير قوي في محافظات كتير قوي، لكن للاسف مش جايب اداب دمياط اللي هي المحافظه بتاعتك اللي هي النطاق الجغرافي رقم الف، يبقى للاسف مش هتدخل الكليه دي حتى لو جايب كل الادابات اللي في الدنيا، بس مش جايب اداب اللي في محافظتك ما ينفعش تغيرها، لان التحويل الغير مناظر لازم للكلية دي تكون في محافظتك في النطاق الجغرافي الف بتاعك. وهنا بتحصل شوية لخبطة كده لسكان القاهرة الكبرى. انت من القاهرة صديقي وجنبك عين شمس وجنبك حلوان وجنبك جامعة القاهرة، جنبك اكتر من جامعة، وعايز دلوقتي تعمل تقرير اغتراب غير مناظر، هيودوك لانهي كلية فيهم بما ان انت بتنتقل في النطاق الجغرافي الف وكل دول بالنسبة لك الف؟ بيودوك يا صديقي الكلية الاقل في الدرجات فيهم كلهم. يعني ايه؟ يعني انت مثلا عايز تدخل كلية حقوق من كلية تجارة، فانت تعمل تقرير اغتراب غير مناظر من تجارة عشان تروح حقوق، فانت عندك حقوق القاهرة مثلا من 210 وحقوق عين شمس من 205 وحقوق حلوان من 200 بس، يبقى انت هيودوك لاقل واحده فيهم اللي هي حلوان اللي من 200 بس، وهكذا بقى في باقي الامثله. فاقل جامعه فيهم في الدرجات هي اللي انت بتروحها يا صديقي لو عملت تقرير اغتراب غير مناظر وانت في القاهره او في اي محافظه ثانيه وعندك اكتر من جامعه نطاق الف. بالنسبه بقى لشروط التحويل المناظر، بتكون يا صديقي عباره عن انك بتحول من كليه خارج نطاقك الجغرافي لكليه نفس الكليه داخل نطاقك الجغرافي حتى لو مش جايب مجموعها. يعني دلوقتي يا صديقي انت دخلت اداب الوادي الجديد وانت من محافظه المنيا وجايب مجموع اداب الوادي الجديد اللي انت دخلتها، بس مش جايب اداب اللي في محافظتك اللي هي محافظه المنيا، يجي يقولوا لك ولا يهمك فداك، مش انت دخلت كليه اداب؟ اذا انت دلوقتي طالب كليه اداب تدخل بقى اي اداب انت عايزها، ما عدناش هنبص على المجموع بتاعك، احنا دلوقتي بننقل طالب اداب لكلية تانية اداب برضو. فحتى لو انت مش جايب اداب اللي في المحافظة بتاعتك بس جايب اداب في محافظة تانية وجبتها خلاص ودخلتها، تقليل الاغتراب ده يسمح لك تدخل الكلية اللي في الجامعة بتاعتك اللي في بلدك حتى لو مش جايب درجتها. المهم انك دخلت الكليه دي وخلاص، فمش مهم بعد كده الدرجه، تقدر ترجع محافظتك عادي جدا. وهو ده الهدف اصلا من تقليل اغتراب المناظر، انك اصلا ما كنتش جايب مجموع الكليه دي في جامعتك في محافظتك فودوك محافظه ثانيه، وبعد كده هيرجعوك تاني لما خلاص دخلت الكليه دي، فتعالى بقى معلش احنا اسفين. قبل ما اكمل يا صديقي، هو انت نزلت عملت لايك وعملت سبسكرايب؟ انزل يا صديقي اعمل لايك واعمل سبسكرايب وفعل زرار الجرس عشان الجديد دايما مفيد. ولو لسه مكمل الحلقه لغايه هنا، انزل اكتب لي تحت في التعليقات رقم 30 عشان اعرف مين صحابنا الابطال المركزين ومصحصحين ومكملين معايا الحلقه لغايه هنا. ولازم تبقى عارف يا صديقي ان في التقليل الاغتراب المناظر اللي هي من كليه لنفس الكليه بس في الجامعه بتاعتك قريبه من بيتك، بيكون الاختيار بينكم بالافضليه في الدرجات. يعني كل ما انت يكون بينك وبين الكليه دي في محافظتك درجه مثلا، نص درجه، حاجه كده قليله، يبقى انت فرصه قبول تقليل الاختراب بتاعتك عاليه جدا. لكن مثلا لو بينك خمس درجات، فطبيعي ان احنا هناخد اللي بينه وبين الكليه اربع درجات او اللي بينه وبينها ثلاث درجات، مش هناخد اللي بينه وبينها خمس درجات، لانهم بيكونوا موفرين 10% بس من سعه الكليه للناس اللي هتعمل تقليل اختراب. يعني الكليه لو بتاخد 100 هيبقى في 10 كراسي بس للناس اللي عايز تعمل تقليل اختراب، فلو في 20 واحد عايزين يعملوا تقليل اختراب هياخدوا اعلى 10 فيهم. فكل ما يبقى مجموعك قريب من الكليه كل ما يبقى فرصه قبولك في تقليل اغتراب المناظر عاليه جدا. وهنا برضو حد من صحابنا يسالنا سؤال مهم دلوقتي، يا طارق انا لما اجي احول مثلا واروح كليه اداب في الجامعه بتاعتي هدخلها انتظام ولا انتساب؟ هقول لك يا صديقي انك هتشوف مجموع الانتساب عندك في الجامعه بتاعك كام. لان مثلا من 300، يبقى انت لو جبت 300 او اقل من 300 هتدخل انتساب، اما لو جبت 300 ونص حته كده زياده عن ال 300 اللي هي مجموع الانتساب هتبقى انتظام حتى لو مش جايب مجموع الانتظام. يعني لو الانتظام من 310 والانتساب من 300 وانت جبت 301 واتقبلت في تقليل الاغتراب، انت طالما زياده على الانتساب مع انك ما جبتش 310 هتدخل انتظام برضه. يبقى لو جايب قد مجموع الانتساب او اقل يبقى انت انتساب، لو جايب اعلى من مجموع الانتساب بدرجه او نص درجه او اي حاجه حتى لو مش جايب الانتظام هتبقى انتظام. سهله وبسيطه ومش محتاجه اي شرح. تعالى بقى يا صديقي نتكلم عن خطوات عمل تقليل الاغتراب. ازاي تعمل بقى تقليل الاغتراب ده؟ اول حاجه هتدخل على الرابط اللي هسيبه لك تحت في وصف الفيديو او في اول تعليق، هيفتح لك مقاله كده مهمه، ده اقرا فيها عشان هتلاقي فيها كلام مهم، وفي الاخر هتلاقي الرابط اللي هيوديك للصفحه بتاعه تقليل الاغتراب. هتلاقي الموقع فتح لك الجزء بتاع التقديم لتقليل الاغتراب، هتضغط عليه، هيطلب منك تسجل البيانات بتاعتك يا صديقي زي وانت بتنسق كده، هيطلب منك رقم جلوسك وهيطلب منك الرقم السري والرمز اللي يتاكد منه
منه انك مش روبوت. هتطلع لك صفحة تانية صديقي، اضغط منها على كلمة قاعدة جديدة، وهنا هتظهر لك البيانات بتاعتك زي اسمك ومدرستك وادارتك وشوية بيانات مهمة، اقرأها وتأكد ان البيانات دي هي بياناتك وكله مظبوط. وبعد ما تتأكد اضغط على الصفحة التالية، واختار بقى صديقي انت عايز تعمل تقليل اغتراب مناظر ولا غير مناظر، وزي ما اتفقنا انت هتعمل واحدة بس من الاثنين. وفي حالة انك هتعمل تقليل اغتراب غير مناظر، يعني انت كلية اداب وعايز تدخل مثلا كلية تجارة وانت محتار ادخل تجارة ولا حقوق ولا علوم وانا جايب مجموع الثلاثه ادخل ايه بالظبط، هتلاقي الموقع في تقليل الاغتراب الغير مناظر بيسمح لك انك تحط اكتر من كليه، كانك بتعمل تنسيق كده من اول وجديد، واللي انت جايب مجموعها هتدخلها ان شاء الله بالترتيب اللي انت عامله. يعني لو جايب تجاره وانت حاطط رقم واحد هتدخل تجاره، لو مش جايب تجاره هنبص على اللي بعده لانها مثلا اداب، انت جايب اداب هتدخل اداب، فما تقلقش برضو من الحته دي. بعد ما تتاكد يا صديقي انك عملت المناظر او الغير مناظر مظبوط، ابدا بعد كده اعمل التالي، وابدا اكتب البيانات بتاعتك يا صديقي، رقم موبايلك ورقمك القومي والبريد الالكتروني والرقم السري بتاعك اللي في شهاده بيان النجاح بتاعتك، وبعد ما تخلص اضغط تاكيد، وهتستنى ان شاء الله تقليل الاغتراب يخلص ويقفل، وبعد كده النتيجه بتاعته تظهر لك، لان لما هتظهر لك هتطلع لك بطاقه ترشيح جديده غير اللي ظهرت لك في البدايه اللي كان فيها الكود وفيها الكليه بتاعتك اللي انت دخلتها، لان خلاص انت دلوقتي اتغيرت، بدل ما كنت اداب سوهاج بقيت اداب اسكندريه مثلا، او بدل ما كنت حقوق بقيت تجاره، فانت دلوقتي محتاج بطاقه الترشيح الجديده دي عشان دي اللي انت هتقدم بيها مش القديمه، القديمه دي خلاص اتلغت وهتقدم بالجديده. وبس كده صديقي تكون حلقه النهارده تمت بحمد الله، اتمنى انت كمان تكون نزلت دعمتني باللايك الحلو بتاعك، عملت لي سبسكرايب جميل زيك، وفعلت زرار الجرس عشان الجديد دايما مفيد. ولو لسه مكمل الحلقه لغايه هنا انزل اكتب لي تمت بحمد الله عشان اعرف مين صحابنا الابطال اللي قدروا يكملوا الحلقه دي للنهايه. ولو عندك اي سؤال او اي استفسار او اي حاجه عايزنا نتكلم عنها اكتب لي تحت في التعليقات يا صديقي، وانا عناية الاثنين ليك. طول ما انا شايف منكم دعم انا على طول مكمل يا صديقي، وهفضل اساعدكم خطوه بخطوه، ما تقلقوش، لان الحب اللي بشوفه منكم والاسئله اللي بشوفها عندكم بتخليني متشجع دايما ان انا اكمل في الفيديوهات اللي انا بعملها لكم، وان انا اكمل اساعدكم ان شاء الله. في النهايه اتمنى الحلقه تكون لطيفه وخفيفه وتكونوا اتبسطتم واستفدتم. كان معاكم طارق صادق، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.